نبتدي يا جماعة. نعم، نعرف ازاي ممكن نزرع محاصيل في الارض بتاعتنا. تمام، طبعا البيت بتاعي اهو في المكان ده، ماشي. هنبتدي ان احنا نعرف ازاي نزرع محاصيل في المكان. طبعا انا هشتري البذور الاول من المكان ده، يعني هي القرية اللي جنبية بالظبط، ماشي، اللي انا بشتري هشتري فيها منها البذور. طب منين، من مين او منين؟ طيب ادي، انت عارف كده مثلا، شايف الطفل الصغير خالص ده، في واحدة واقفة جنبيه، ماشي، هنروح نكلمها. الست دي اسمها ادلينا، ماشي. ابدأ ان انا اكلمها واقول لها وريني اللي معاكي رقم واحد، ماشي، وتبدأ تجيب هنا، ماشي. هنا معاها هي البذور بالاكل تقريبا، تمام. او هنا تقريبا، لا سوري، ده الجنب بتاعي. الجنب بتاعها هو كاروت سيد، ماشي، بتبيعه ب10. انا كده معايا 20 او 21 من الكوينز. ابدا ان انا اجيب كاروت سيد، وهبدا ان انا اجيب اللي هو الاونيون سيد، ماشي. هشتري واحده واحده. طبعا هبدا ادوس على على الاف، ماشي. هو بيقول لي هتشتري كام واحده، اقول له واحده بس بالاف برضه. كده اشتريت واحده اونيون، ماشي، وواحده كاروت، تمام، ماشي. تبدا ان انت بقى كده خلاص، انا كده اشتريت منها. هقول لها رقم 4، اقول لها انا ماشي خلاص، تمام. هبدا ان انا اروح على البيت بتاعي، تمام، عشان ازرع اللي انا اللي انا جبته. طبعا البيت بتاعي اهو في المكان. طيب عشان ما نعطلش الوقت هنروح المكان على طول. كده يا جماعه انا وصلت المكان بتاعي، البيت بتاعي اهو، تمام. وهنتعلم مع بعض ازاي نبدا نزرع. على فكره انا كنت عامل مربع هنا كده، ماشي، او مربعين فاضيين زي ما انتم شايفين كده عشان ازرعهم. طيب هنبتدي دلوقتي ان احنا نعرف ازاي بنعمل المربع ده، ماشي. اولا انا كنت مطلع، اقول لك على حاجه، اقول لك من الاول برضو، بتجيب الكرافتنج، ماشي، وتعمل الاداه اللي هي دي اهي، دي اللي هو الودن هو، انا كنت عاملها خلاص. وبعد كده بتيجي هنا طبعا الودن هو، ماشي، اللي هو انا عاملها فين اهي، لا ده ستون اكس، ودن هو اهي انا كنت عاملها ومطلعها في رقم 4. طبعا بتبدا ان انت تجيب رقم 4، ماشي، اهي الاداه اهي، ماشي. طيب بتروح بقى معلم على الارض تتعمل؟ لا مش كده، بتروح برضو دايس هنا تاني على الكرافتنج، ماشي، وتجيب سوري مش هتدوس على الكرافتنج، هتدوس على رسمه البيت، وهتجيب الفارمنج، وهتجيب الرسمه اللي هي عامله زي العصيان بتاع العنب دي، مكتوب عليها فيلد، ماشي، وبتحدد اي مكان. انا كنت عامل طبعا ده مكان اهو، وده مكان اهو، ماشي، وده مكان اهو. ممكن تحدد اهو لحد ما تخضر معاك، تروح عامل مكان اهو كده، اهو اهو. بتيجي بالاداه دي بقى اللي انت ماسكها، وتروح دايس كده اهو، بيبدا ان هو يعمل لك مربع زي المربعات اللي انا عاملها هنا. طيب وبتبتدي تزرع فيها. طب هنزرع ازاي بقى؟ اول حاجه بتبدا تزرع فيها، بتبدا تزرع ازاي؟ بتبدا ان انت تعمل بجوب كرافتنج، وبتبدا تعمل زي الزكيبه، شايف الزكيبه دي اللي هي السيمبل ساكس ساك دي، بتبتدي تتعامل بالجلد. طبعا الجلد ده انت بتاخده من الحيوانات اللي انت بتقتلها، او من الارنب اللي انت حاطه في الفخ، ممكن تاخد منه جلد برضو، ماشي، او اي حاجه بتصطادها ممكن بتاخد منها جلد، او بتلاقيه او اي حاجه، بتبدا ان انت تدوس عليها كده، هي بتبتدي تتعمل. دي لازم طبعا وضروريه عشان تبتدي ان انت تعمل تزرع. انت كده لما بتعلم حتى بالاداه دي بيقول لك فين الباج، الباج بتاعتك فين، بيقول لك انا عايز الباج ريكواير، يعني مطلوبه. طيب انت كده عملت الاداه، بتبدا ان انت تفتح الاي، والاداه هي طلعت اهي، بتبدا ان انت مثلا تعملها، ولو رقم 5 تدوس على رقم 5، هي بتنزل في رقم 5، تمام. طيب خلاص كده عملنا، دوس على رقم 5 اهي، اهي طلعت اهي، اهي شكلها اهي. طيب طلعت ماشي. طب هنحط فيها البذور ازاي اللي احنا شاريينها؟ هتدوس كليك يمين، عندك كل المحاصيل. اول ما بتعلم بتنزل في الحاجه اللي موجوده. طب انت عندك هنا في شوفان اللي هو القوت ده زيرو، ما معكش كل الحاجات دي يا جماعه، زيرو. احنا شاريين بس ثلاث حاجات، ماشي، او في حاجه اربع حاجات كمان معايا، البيتروت ده ماشي ممكن نزرع، والبصل
ماشي. والكاروت يعني، ودي حتى البيت روت ده ما زيرو برضو ماشي. طيب ايه هو عامل لي ليه علامه غلط على الحاجات دي؟ طيب الحاجات دي بيبقى ليها مواسم للزراعه. يعني ايه؟ احنا دلوقتي في فصل الصيف خلاص، هو قرب ينتهي، فصل الصيف قرب ينتهي. طيب دلوقتي حتى زي ما احنا شايفين فوق، او لما بتفتح الاي بيجيب لك ان احنا في فصل الصيف. طيب الحاجات اللي هو مش عامل عليها علامه غلط بس هي مش معايا لان هو فيها زيرو معايا، دي ممكن تزرع في فصل الصيف تمام، وبتاخد طبعا وقت لحد انت ما تحصدها. طيب الحاجات اللي هو معلم عليها علامه غلط دي معايا اللي انا لسه شاريها ماشي، بس دي بتتزرع في فصل تاني، بتتزرع في فصل الخريف وبتتزرع في فصل الربيع. يعني تتزرع في الخريف تطلع تقريبا في تحصدها تقريبا في الشتاء ماشي، او هو حسب ما هو كاتب لك تحت بيقول لك ان هي ايه، ان هي بتاخدها في فصل الصيف، يعني تزرعها في الربيع ماشي، وبتجمعها في الصيف. او دي بس اللي هي البصل. طب تعال نشوف الجزر كده، بيقول لك ان هو انت ممكن تزرعه في الربيع وتاخده في الخريف، وممكن تزرعه في الشتاء وتاخده في الصيف تمام. يعني ممكن يتزرع في حاجتين. طب انا ايه الفصل اللي قريب جاي؟ انا فصل الخريف هو اللي جاي بالنسبه لي، فاضل له يعني حاجات بسيطه والصيف ينتهي وتخش في الخريف، فممكن ان احنا نبدا ان احنا نزرع الجزر تمام. طيب طب انا عايز فصل الخريف ينتهي اعمل ايه؟ طبعا انت هتخش دلوقتي تمام، طبعا كده انا محتاج مثلا برضو اكل، لان خلي بالك ان الاكل معايا بدا ان هو ينفذ كده، هنضطر ان احنا ايه لازم ولابد ان احنا نزرع عشان ناكل تمام. انا كده مليت شويه الاكل اللي معايا، وبعدين لازم ان انت بقى ايه يعني لما يعدي فصل الصيف نخش على الخريف ونشوف المحاصيل اللي ممكن تتزرع معانا. طبعا انا كده ايه هبدا ان انا طبعا انا عندي كده كذا حته كده ممكن ازرعها، وبعد كده نبقى ماشي نعمل بقى حقول كامله، لان انت كده لسه في الاول، فهتبتدي ان انت ايه حاجه بدائيه يعني، لسه ما الاقتصاد بتاعك ما بقاش زياده يعني ماشي. طبعا بمناسبه الـ 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 الهدف اللي متعلق ده بيقول لي استنى احداث، فطبعا هو دلوقتي طبعا ده هيديك الراجل اللي هو يوني جوست ده هيديك اهداف تانية، بس طبعا بعد شوية بعد وقت معين. طيب انا كده ماشي هبدأ ان انا ايه يعني طبعا مفيش نوم دلوقتي، هو بيقول لي عشان تنام اهو، بيقول لي available in ساعة و15 او 13 دقيقة. طيب طبعا انا ايه عايز انام عشان اعدي فصل الخريف، وممكن فصل الخريف يعدي من قبل ما انام يعني، بس طبعا هيبقى ليل يعني عشان تبدا ان انت تزرع في الحاجات اللي انت ايه عملتها دي. فطبعا انا هستنى شويه لحد ما ايه ما الفصل يعدي. طبعا يا جماعه انا استنيت لحد ما فصل الشتاء جه، لان انا قلت لكم معلش سوري يعني ان قلت لكم ان الجزر هيتزرع في شهر او في موسم الخريف، لا هو في موسم الربيع يا اما في موسم الشتاء تمام. فهو كده انا مستنيت لحد ما الشتاء جت عشان ان انا ابدا ان انا ازرع جزر. كده هنبص على الاحواض اللي كانت موجوده قبل كده اهي ماشي، الاحواض دي اللي هي كانت مش باينه دلوقتي متهيألي في موسم الشتاء بقت باينه اكتر تمام زي ما احنا شايفين. بعد كده انا بفكر ان انا اعمل بقى حواض جنب البيت ماشي، دلوقتي هبدا ان انا اعمل حواض جنب البيت ماشي. هجيب طبعا الهوس ماشي، وبعد كده الفارم، وبعد كده الفيلد اللي هو عامل زي العنب ده تمام، وببدا ان انا ايه احدد المكان اللي انا هزرع فيه تمام. وبعد كده بجيب بقى الاداة بتاعتي اللي هي بتاع الزراعة اللي انا كنت بطلعها قبل كده ماشي، وببدأ ان انا ايه افرق بقى ايه ما بين العصيان دي تمام، على اساس ان ايه
على اساس ان انا بحدد بقى المكان اللي هو بتاع الزراعه، وهنشوف شكله دلوقتي هيبقى عامل ازاي. طبعا كل الاماكن هتبقى جنب بعضيها زي ما احنا شايفين، وهي كده اكتر وضوح متهيألي في فصل الشتاء عن اي فصل تاني. ماشي. وبفكر ان انا اعمل برضو مربع تاني كده للزراعه جنب المربع ده، عشان يعني مساحه الارض الزراعيه تبقى اكبر شويه، والمحاصيل برضو هخليه جنب البيت. تمام كده. ماشي. برضو احدد الايه المكان اللي هيتزرع فيه. تمام بس كده. تمام ماشي. ونبدا برضو ان احنا نمسك الاداه بتاعتنا ونبدا ان نفرغ حوالين العصيان دي. تمام تمام تمام. طيب كده نبدا بقى ايه ان احنا نجيب بقى الكيس بتاع البذور بتاعنا. ماشي. اللي هو رقم 5. ونبدا ان احنا نحط بقى البذور بتاعتنا. ماشي. اوريكم بتتحط ازاي. طبعا انا كده جبت كيس البذور. هو كده خلي بالك ان العلامه راحت من على الجزر. ماشي. لا لكن باقي العلامات موجوده لان مش ده الموسم بتاعها. فطبعا كده احنا هنبدا نزرع الجزر. تمام. هندوس بقى طبعا بالكليك شمال اهو، شايف يعني بدر كده زي البذور. وخلي بالك انا كده بحاول ان انا اعمل مربع تاني بس مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان انا شاري واحده بس اللي هي ب10. ماشي. لو انت اشتريت 2 او 3 او 4 طبعا حسب الفلوس اللي كانت معايا، فما قدرتش ان انا ايه اشتري حاجات تانية. طبعا انت كده بقى بتستنى لحد بقى طبعا ما هو بقى يطلع في الموسم بتاعه. طبعا انت زرعته في الشتاء، ممكن يطلع مثلا في الربيع. ماشي. او حاجة فطبعا ايه حسب ما هو بيبقى كاتب لك تحت موسم الزراعة فين وموسم الحصاد فين. وبتبدا ان انت بقى ايه تشوف برضو محاصيل تانية. وخلي بالك المحاصيل التانية دي كلها ممكن تزرعها في اي وقت متهيألي، بس للاسف هي مش معايا. بس وبكده اكون انا يعني يا ريت اكون انا وصلت لكم المعلومه على اساس ان انت تزرع ازاي وتجيب الحبوب منين. ماشي. وارجو ان يكون الفيديو عجبكم.